مش يعني بس انتوا ابتديتوا تعملوا كده فعلا من خلال اغانيكو. طبعا بس هو برضو اصلا مازال مع ما فيش مية امكانيات. نسخة اللي انتوا ماضيين معاها انتوا عاملين حاجات وفي اخر حاجة في تنموية الاعلام، شوية في الاعلام بتاعنا الاخير ده مع مع استاذ حسن الشفا البروفيسور يعني، ده ما كان طبعا. حاجة انا ما اتخيلش ان انا اشتغل معاه بصراحة ربنا يعني. لا ما هو باجتهادك واحنا ما وشغلك هو و... ما انا عايز لما اقول لك الحمد انا لله جيت اشتغلت معاه لا واحد وانا بس عشان وشاب، نعرف نسمع بعض ديزل لما جيتنا اشتغلنا لا معاه انا يعني، حبيبي احنا سألناه سؤال اللي هو انت ليه اخترتنا، حلو فهو قال لك ايه؟ اتكلمنا ان انتوا بتعملوا مزيكا جديده بتحاولوا تطوروا من فكره المهرجان، فده عن نفسه دافع يعني. استاذ حسن الشافعي حد كويس جدا، طبعا وحتى في البرنامج بتاعه معروف ان هو يعني ايه مش اي حاجه اكتر واحد بتعجبه. يتخاف منه بالنسبه للمشاركين يعني، المشاركين تخاف من استاذ حسن، اكيد طبعا فان هو يعترف فينا ويقول الاقامه الشغل عنده بتاعكم عنده حلو ده فكر وعنده طول ما حاجه. فينا.